السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: نتائج الانتخابات في العراق وانعكاساتها على الواقع الأمني. ويمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضرتكم بعد قليل. فاصل ونعود. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات من تشرب الشوارع، تسلح، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن جرت الانتخابات في العراق وتابعها الكثير من التطورات، من أبرزها فساد وتزوير طغى على العملية الانتخابية. وفي الوقت الذي تجري فيه عملية إعادة عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين، نرى التفجيرات غزت شوارع العراق وأوقعت ضحايا بالعشرات بين قتيل وجريح. فمن يتحمل مسؤوليتهم ومن المستفيد من إثارة الفوضى وتأجيج الشارع العراقي وإعادة فتح ملف الطائفية من جديد؟ وأين القانون العراقي والأمن والدولة يسمح بوجود أكداس سلاح بين منازل المدنيين الآمنين؟ مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من الأخبار التي نقرأها على حضراتكم خاصة بالموضوع. طبعا مع تنامي حدة الصراع بين الميليشيات، الناطق باسم ميليشيا العصائب قال إن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي التي انطلقت في كركوك لن تتغير في وسط وجنوب العراق، وأشار إلى أن عدد مقاعد تحالف الفتح سترتفع بعد إعلان النتائج. هذا كلام ينم عن ثقة ربما. هل هناك تخطيط أو تلاعب معين أو ربما استراتيجية معينة موضوعة لأن تثق ميليشيا العصائب بكلامها وبتصريحاتها عندما تقول بأنه الكتلة الفتح التي تنضوي ضمنها ميليشيات الحشد الشعبي سترتفع نتائجها طبعا بعد عملية العد والفرز؟ هذا السؤال. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن نعيم العبودي قوله أن لا تغيير كبير سيطرأ على النتائج في بغداد والمحافظات الجنوبية، لأن أغلب الطعون تتعلق بنتائج كركوك والمحافظات الغربية والشمالية على حد قوله. بينما قالت أو ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن إيران لديها ضمانات واضحة بشأن تمثيل نفوذها بقوة في الحكومة القادمة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في تيار الحكمة قولهم أن إيران ليست قلقة من ترشح شخصية معينة مدعومة من مقتدى الصدر على سبيل المثال، وذلك لأنها تدرك أن أحدا من مناوئي سياستها إن وجد لا يمكنه التفرد بالحكم. طبعا بعد الانتخابات وبعد أن خرجت هذه النتائج وبعد أن خرجت معها الفضائح المتعلقة بالتزوير وبإعادة العد والفرز وبالمخاوف من أن تطال هذا الكشف أو هذا الفضح لعمليات التزوير، أن تطال شخصيات بارزة موجودة في العملية السياسية الآن في العراق، بدأت عمليات التفجير. تفجيرات طالت مدينة الصدر بعبوات مفخخة، بعد ذلك تبعتها أكداس السلاح وغيرها والعتاد التي تنفجر الواحدة تلو الأخرى بالوقت الحاضر. حتى هذه اللحظة هناك ضرر كبير يقع على المدنيين لأنها تقع بين بيوت المدنيين الآمنين. نعرض لحضراتكم الآن مشاهدينا الكرام جانب من انفجارات العتاد داخل معسكر الفجر التابع لسرايا عاشوراء وميليشيا بدر، والتي استمرت حتى الصباح في ناحية الكفل بمحافظة بابل. وين الحكومة؟ وين الدولة؟ وين الأباني؟ ما تقولي وينه؟ هاي الصواريخ كلها طقت الصواريخ. هسه قفلوا قاعد تشوفهم. عاد ماكو صاروخ يطيق. سمعنا المعزوفة. خير بس. تايا وعلي. لا دولة.
بس قريب على البيوت، المشكله قريب بنص البيوت. ما جابوه. طبعا سنعرض لحضراتكم المزيد في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بهذا الخصوص، ما هي نتائج الانتخابات وانعكاساتها على الواقع الأمني في العراق، هذا سيكون العنوان، وكذلك سنعرض في إطاره الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الخصوص. ولكن في البداية نرحب بالسيد هلال العبيدي الناشط السياسي، أهلا بك سيد هلال. أهلا بك ومستمعك الكريم مشاهدك الكرام. سيد هلال، في البداية لدينا الموضوع أن الانتخابات انعكست بنتائج سلبية على الواقع الأمني في العراق بعد هذه الانتخابات التي قيمت على أنها أكثر انتخابات شهدت تزوير في العراق بعد الاحتلال. حتى هذه اللحظة هناك تفجيرات، هناك انهيار أمني واضح بالانفجارات المتكررة لأكداس العتاد الموجودة في المناطق السكنية، إن كانت في العاصمة بغداد أو إن كانت في محافظة بابل أو غيرها من المناطق الأخرى، حتى في مدينة كركوك في محافظة التأميم شهدت هذا النوع من الانفجارات التي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، كذلك ضرر كبير وقع على المنازل السكنية. كيف تابعت انعكاس العملية الانتخابية والمخاوف من أن تكشف شخصيات قد تورطت بالتزوير في هذه العملية الانتخابية على الواقع الأمني الموجود الآن في العراق؟ طبعا بداية هو قبل أن نتكلم الواقع الأمني، هو الواقع الأمني الموجود هو نتيجة للواقع السياسي المزري في العراق، يعني هو الواقع الأمني هو انعكاس للواقع السياسي. لذلك مشكلة الطبقة السياسية في العراق أنها طبقة تحاول فقط الاستيلاء على مراكز القوة والنفوذ في العراق دون التفكير بهوية العراق الوطنية، دون التفكير بمشاريع عراقية بحتة، دون التفكير بالسيادة حتى العراقية التي فرط فيها بسبب هذا الطمع والجشع الذي يعزى إلى بعض الشخصيات وبعض الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة. طيب يعني شاهدنا هذه الوقائع الأمنية المؤسفة من انفجار لأكلاف العتاد، من تفجيرات، حتى اغتيالات سياسية وقعت بعد الانتخابات، مع العلم أن النتائج لم يصادق عليها بعد ولم تكون نتائج نهائية لحد الآن. الجميع يعلم أن هذه الانتخابات هي أكثر انتخابات مزورة بعلم حتى وكالات الإخبار الدولية وأيضا وزارات الخارجية في العالم حددت هذه الظاهرة، أن الانتخابات العراقية هي أسوأ انتخابات يتم اعتمادها في العالم، يعني حسب المقاييس الدولية هكذا انتخابات يجب أن لا تعتمد، وخصوصا أنهم صعدوا من نسبة المشاركة، نسبة المشاركة لم تتجاوز 20% ولكنهم عملوها 44.6 أو .4، و ايضا هناك التزوير رغم قله عدد المشاركه، يعني يمكننا ان نعتبر ان حتى ال 20% من شارك في هذه الانتخابات هم. سيد هلال العبيدي هل تسمعني؟ نعم اسمعك. نعم. طيب اعطيني مجال بعد اذنك بس حتى اقرا لحضرتك وللمشاهدين الكرام بعض الارقام المتعلقه بعدد الضحايا في شهر حزيران الماضي. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اعلنت ان اعداد الضحايا في العراق لشهر حزيران الماضي بلغت 76 قتيلا وأكثر من 129 مصاب جراء الفوضى الأمنية والنزاع المسلح الموجود الآن في العراق. هذا الرقم أو هذه الأرقام جاءت بعد الانتخابات، بعد أن انتهت الانتخابات، ما دلالة هذه الأرقام أن تظهر بهذه الأعداد في طبعا من ناحية الضحايا القتلى والجرحى في العراق بعد الانتخابات؟ هي قضايا يعني لا تخلو من مناكفات سياسيه. هذه الاغتيالات يعني تبعتها بالبدايه علينا ان نعرف ان المال السياسي الساحق الذي دخل في عمليه تزوير الانتخابات هو هذا مال اساسا هو مال المواطن الذي تمت سرقته من قبل الاحزاب ومن قبل الشخصيات السياسيه المسيطره على المشهد السياسي في البلد، إضافة إلى أن بعد الانتخابات وبعد نتائج الانتخابات تمت تصفية كثير من شاركوا في فساد الانتخابات وفي تزوير الانتخابات، وحتى تم تهديد البعض منهم خصوصا من المفوضية
العليا للانتخابات التي بين هلالين وبين قوسين مستقلة للانتخابات. نعم. لذلك هناك ربط واضح بين العملية الأمنية والانتخابات التي جرت بنتائج تزورة كارثية. يعني الآن هناك تدخل يجب أن يكون من قبل الأمم المتحدة، من قبل الاتحاد الأوروبي، حتى من قبل الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لتعاون بعض الدول الأقليمية. السؤال الأبرز هنا، حضرتك تدعو إلى تدخل دولي في القضية العراقية، ولكن السؤال هل هناك رغبة دولية في التدخل؟ هل هناك نية حقيقية من أجل إنقاذ هذا البلد وإنقاذ هذا المجتمع من الفوضى العارمة التي تضرب به جراء الاحتلال وما تبعه من عملية سياسية وميليشيات وغيرها؟ سؤال جيد. يعني هنا يأتي دور الوطنيين العراقيين المثقفين، دور الجهات المخلصة للعراق التي تريد الخير لهذا البلد في نشر. يعني الآن يجب المواطن العراقي يعرف ما هو مطلوب منه، والمواطن العراقي ثبت من خلال مقاطعته لهذه الانتخابات وطنية عالية. يعني الآن العتب بين يقع أساسا على المواطن العراقي، المواطن العراقي قاطع هذه الانتخابات بأغلبية، ولكن العتب واللوم والعمل الآن الجهد يقع على الطبقة المثقفة، الطبقة الواعية من الشعب العراقي، الطبقة المعارضة لهذه العملية السياسية. يجب عليهم إشعار وإعلان وتوضيح الأمور ما يجري في الداخل العراقي أمام الرأي العالمي، أمام الرأي العام العالمي، خلال الكتابة بلغات أجنبية، وخصوصا والنشر في أوروبا، في أمريكا، في كل دول العالم. يجب أن نعلن للمستشارين، للمتابعين، للصحفيين، للرأي العام الأجنبي على العموم ما يحدث وما يحصل في العراق من فساد ومن سرقات ومن هيمنة، وعادة الدكتاتوريات الجديدة بمرتدية برداء ديمقراطي مهترئ مع شديد الأسف. يعني عفوا إذا سمحت لي، هل من المنطقي أن العالم بعد 15 عاما على الاحتلال في العراق وما حدث في هذا البلد من كوارث، من تجاوزات، من انتهاكات، من مجازر، من اعتقالات، يعني أبشع الأمور حدثت في هذا البلد نتيجة للاحتلال، هل يعقل أن العالم يحتاج إلى توضيح وإلى نشر للمعاناة وإلى، يعني ألا يعقل أنه لا يرى ما يحدث في العراق، لا يرى من ظلم وقهر وقمع موجود في هذا البلد، لا يرى أن الميليشيات موجودة في العراق وكل المنظمات الحقوقية الدولية نشرت وتحدثت عن الميليشيات الموجودة في العراق؟ يعني هل يعقل أن العالم يحتاج إلى مزيد من التوضيح ومزيد من كشف الحقائق؟ يعني خليني أكون أكثر وضوح أخي الكريم. العالم وخصوصا الدول الخارجية، الآن العلاقات الدولية تبنى على علاقات المنفعة، المصلحة الخاصة. لا يهمهم العالم هذا الذي يدعي دائما بحقوق الإنسان وبالديمقراطية، لا يهمهم ما يجري في العراق. طالما كان الضحية عراقي ومن يهيمن على المشهد السياسي هو عراقي، يعتبروها هذه قضية داخلية، يعني هذه قضية داخل العراق لا يتدخلون فيها. لأن العراق الآن وخصوصا الخارجية العراقية، أنا أتكلم عن بعض السياسيين العراقيين، الآن فهموا اللعبة وفهموا كيف يكتبون وزارات الخارجية في بقية دول العالم، وكيف يكتبون الرأي العام العالمي وإبعاده عن الملف العراقي من خلال تقسيم التنازلات ومن خلال بيع العراق قطع فردة لمصالح هذه الدول. الآن الدول، جميع هذه الدول، يعني تصور كريم، حتى من خلال تفجير كتل العتاد، هذه أطوال ستصب في مصالح الدول الخارجية. لأن أنت لما تفجر أنت كتل عتاد سوف تستورد بدله كتل عتاد آخر، وهذا المصالح الدولية هو أموال سيتم نقلها من دولة إلى دولة، وتشتري بها عتاد أغلبه قديم وغير صالح حتى لمساحات المعركة. لذلك ما دام القضية داخلية، هذه الدول لن تتدخل. الآن هناك جهد كبير يقع على عاتق المثقفين، على عاتق الكتاب، على عاتق الإعلاميين، على كل محب ومخلص لهذا البلد أن يبقي بوجهة نظره ليس داخليا على المستوى الداخلي للعراق. الجميع يعلم ما يجري في العراق الآن، ولكن بتبيان وجهة النظر العراقيين خارجيا
وتحريك الرئيس طيب. العام الخارجي، ومع الأسف نحن مقصرون كثيرا في هذا المجال. سأعود لك بعد قليل، نستمع إلى رأي السيد أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا محمد، تحية لك يا محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. وتحية القناة الرابعة، وتحية الكادر القناة، وتحية الأخوان المتصلين. ما طول أنت شايف بلد به 120 ميليشيا تبغى تحرر، ما البلد محتل من ما دام مفتوح الحدود الإيرانية يا محمد. نعم. على العراق، وهذه الحكومة هي حكومة عميلة لإيران. لو تطرح سؤال زي ما طرحوا على البطاط، قالوا لو صارت حرب بين العراق وإيران، قال أنا قاتل ويا إيران. العبادي نفسه، حتى لو تقول له العبادي، قال أنا ويا إيران. فإذا لم يتحرك الشعب العراقي يطيح بهذه العصابات، إيران مجبل على حصار، وسوف يقوم النهب بالعراق. يظل عصابات إيران هذه المجرمة، يعني العبادي والصدر. الصدر هو تابع لحزب الله، هو تابع لحسن نصر الله. ميليشيا بلد تحكم ميليشيات، لا تستغربوا أي شيء بالعراق. وتحية لك وتحية القناة. شكرا جزيلا أبو فيصل. نستمع إلى رأي السيد أبو علي من صلاح الدين. تفضل أبو علي. أبو علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمد تسمعني؟ ماذا أسمعك؟ أسمعك، حياك الله، تفضل. أخ محمد، حول الانتخابات. نعم. ماذا أبو علي؟ هو شنو اللي صار هسه؟ هذا شنو اللي صار؟ مو نفس الوجوه؟ هو مو نفس الوجوه نفس اللي جاي تكرر باسم المالكي والعباد والصدر؟ هو شنو اللي تغير؟ نعم. شنو اللي تغير؟ يعني هسه الانتخابات هاي التغيير عندهم لعبه جديده، لعبه سياسيه، يدخلون الناس من ضمن جماعتهم، هذا فاز وهذا ما فاز. هي اللي انتخبت الناس وما انتخبت الناس، راي الشعب مضروب عرض الحائط. طيب والحل يا ابو علي؟ يعني احنا نظل نتكلم بنفس الكلام، طيب والحل؟ الحل شنو اللي خلاص هذا الشعب؟ ما الشعب مقلوب على امره، الشعب مقلوب على امره، لانهم اشتغلوا على الطائفه، اشتغلوا على وتر الطائفه حتى يستفردون بالشعب، حتى يقتلون هذا وهذا، هم استفردوا بالشعب، وهذا هاي النتيجه. النتيجه اذا ما الشعب راح توحد، يكون ايدي واحده يقلب على الحكومه، مستحيل نفرض هذه النتيجه. طيب. لأنه ما استطاع الجماهير يشتغل هذا الشغل، هذا الشغل مدروسة، هذا قتل اقتلال، هذا الحكي مخطط له من قبل أمريكا وإيران. هذا الاتفاق موجود، يعني أنا عندي على علم وعلى اطلاع بأن هذا الاتفاق هي الفتنة الطاقة تشتغل عندهم. نعم. شكرا جزيلا أبو علي، أنا أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث بموضوعنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث بموضوعنا لهذا اليوم، الانتخابات في العراق ونتائج الانتخابات في العراق وانعكاساتها على الواقع الأمني في البلاد. طبعا نتابع الآن مشاهدينا الكرام هذا المقطع لمواطن من ناحية الكفل في محافظة بابل يوثق سقوط قذائف وشظايا داخل حديقة منزله بعد الانفجار في معسكر الفجر، فلنشاهد. مرت علينا ليلة سوداء ظلماء، هذه الليلة مرت علينا في انفجار كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي، انفجارات لا نظير لها، وهاي القذيفة واقعة في حديقة البيت مالتي. هذه ما أعرف قذيفة مال شنو، قذيفة أقول لك أبو عباس، هاي القذيفة مال شنو؟ مال قاذفة. وهاي مال شنو؟ هذه بالحديقة أيضا، هذا مال هاي بحديقة البيت. هاي ما شنو قلت القذيفة؟ مع الأشخاص، هذا
هذا مال اشخاص، صاروخ قذف مال اشخاص، هذا بالبيت مالتي وقع. الله يرقي، والله حمانه، الله ستر علينا، والا الانفجارات اللي صارت والليله اللي مرت علينا ليله سوداء ظلماء. نحمد الله على سلامة البيوت التي حولنا وسلامة هاي الناس الأبرياء، لله الحمد. ما ندري الله جضامنا بعد الأيام جضامتنا، ما نعرف هالمؤامرات التي تحاك. سيد هلال العبيدي، يعود إليك من جديد، كيف يمكن لهذا البلد الذي يسكن فيه العراقيون أن تكون أكداس السلاح والعتاد بين أزقة المنازل أو بين الأزقة وقرب المنازل، والضرر الذي يقع يصيب المدني قبل أي شخص آخر موجود في هذه السلطة إن كانت ميليشيات أو غيرها؟ يعني أي قانون، أي نظام، أي دولة تسمح لنفسها أن تضع الأكداس، المتفجرات، القذائف، الرصاص الحي وغيرها من الأسلحة الكثيرة القابلة للانفجار منها قرب المنازل للمدنيين، طبعا قرب منازل المدنيين الآمنين؟ يعني مع الأسف البلد لا يوجد فيه قانون، هو هذا قانون الفوضى العام. عندما نجد المستشفيات وفيها أكداس الأزبال، وعندما نجد الخدمات العامة منتهية، يعني ليس فقط على أكداس الأساس، ولكن البلد كصورة عامة بدأ بانحدار شديد منذ عام 2003 حتى وصلنا إلى هذا الآن، إلى هذه اللحظة. ليس فقط أكداس الفساد، يعني أكداس الفساد الجميع يعلم أنها تخزن في مناطق خارج المناطق، حتى خارج المدن في مناطق منعزلة نائية تحافظ فيها بدرجات حرارة معينة. يعني أظن أن مخزن الفساد يجب درجة الحرارة فيه أن لا تزيد عن 18 درجة مئوية، لأن هذا الفساد عندما يتعرض يصل إلى درجة الاستقاط سوف ينفجر بذاته، وهو مخزن معد لخزن الأعشاب والمتفجرات. لذلك هناك شروط خزن يجب أن تكون، ولكن بالنظر لعموم الحالة في البلد العراق نجد أن الفوضى وعدم الاشتراك في هذا البلد وصل إلى جميع مراحل الحياة. يعني العراقيين الآن مع الشديد للأسف يهتمون بقضايا هامشية وقضايا لا تحسن مستواهم المعيشي على حساب قضايا مهمه تتعلق احيانا بحياتك، كما نجد في اهداف الفساد. الان العراق عليه ان يفكر، وهذا نتيجه ايضا عن ضعف الاداره، وهو نتيجه عن ضعف الاراده السياسيه في اداره البلد بطريقه صحيحه. طيب سيد هلال، حيدر العبادي في وقت سابق وعد أو أعطى قرار بسحب السلاح من الميليشيات وحصره بيد الدولة. هذا القرار في عام 2017 لم ينفذ حتى هذه اللحظة التي أعاد فيها تكرار الموضوع مرة أخرى وطرحه من جديد، لكن لا يوجد أي تحرك من هذه السلطة من أجل سحب السلاح من الميليشيات والسيطرة عليه. عندما تتباهى الميليشيات بقدرتها العسكرية لتصل إلى مقارنتها مع الجيش الحكومي الموجود في العراق، هل تعتقد أن هذه السلطة قادرة على السيطرة على هذا السلاح لدى الميليشيات والسيطرة على الأفراد ومعاقبة المتجاوزين منهم وحصر السلاح بيدها؟ جميع يذكر عندما ظهرت فتوى الجهاد الكفائي حذرنا كثيرا من وجود ميليشيات لها أطباع سياسية. المشكلة الآن هذه الميليشيات يراد لها ليس فقط مسك الأرض وانما وتقويتها على حساب الجيش العراقي، ولكن ايضا يراد منها اداره البلد من خلال دخولها في العمليه السياسيه. للعلم صرحوا مرارا وتكرارا انهم سوف لن يدخلوا في العمليه السياسيه، ولكن الجميع يعلم انهم اريد بهم ان يكونوا فاسيج عراق، مرادف للفاسيج الايراني او مرادف للحرس الثوري الايراني. لأن جميع الآن العراق لو تأتي على الهيكلية السياسية في العراق ستنتهى قريبة من الهيكلية السياسية في إيران من خلال وجود مجلس القضاء، من خلال وجود قوات الحرس الثوري، من خلال وجود الميليشيات المتحكمة في الشارع، الضغط الشعبي، الضغط على الإعلام. لذلك هذه الميليشيات تريد بها دورا أكبر، وهو ليس فقط مسك الأرض
ولها الكف العليا على الجيش العراقي، ولكن ايضا لها الكف العليا، وجميعنا راينا بالانتخابات كيف دخلوا وكيف حصلوا على نتائج، وكيف لا يريدون الان هم يعارضون العدوى الفرد اليدوي، لانهم حصلوا على نتائج التزوير من خلال تزوير الانتخابات ومن خلال ازدرائها. طبعا هناك إضافة لهذه المعلومة سيد هلال، وهو حديث الناطق باسم ميليشيا العصائب الذي يقول بأن الصناديق في مدينة كركوك في محافظة التأميم انجرت بها عمليات العدوى الفرز اليدوي، فسترتفع أصوات قائمة الفتح بزعامة هادي العامري وسيزيد من عدد المقاعد ربما بالنسبة لهذه الكتلة. يعني أن الميليشيات الآن بدأت تتجه إلى اتجاه آخر، اتجاه الثقة بالنفس، لأن هذه الصناديق قد تعطيها حقا أكثر مما أخذت سابقا. يعني هل تعتقد في طيات هذا التصريح أن هناك ربما سيكون تلاعبا في الجهة التي ستقوم بعملية العدوى الفرز، يعني سيكون تزوير للتزوير؟ بالتأكيد، يعني مفوضية الانتخابات يمنين هي تأتي من خلال مجلس الخبراء في البرلمان العراقي الذي أتى بهذه المفوضية وهي متحزبة. الآن عندما أتوا بالقضاء، القضاء أتوا من مجلس القضاء الأعلى، وجميعنا يعلم أن مجلس القضاء الأعلى هو مجلس مسيد أساسا، ولذلك لا يمكن على حتى للقضاء، الجميع يعلم أن القضاء العراقي هو قضاء فاسد. لا يمكن الثقة المطلقة بنتائج العدوى الفردي اليدوي. هناك متغيرات ستحصل لتسوية الأوضاع بالتوافق عليها خلال هذه الفترة. يعني ما لاحظته خلال هذه الفترة أن الجميع يلتقي، الجميع يلتقون لماذا؟ ليس لشرح برنامج عمل حكومي كما يدعون سينقذ العراق خلال 4 سنوات الماضية. كل ما يهمهم هو ليس برنامج عمل الحكومة القادمة، ولكن كم هو لهذا الطرف وكم هو لذاك الطرف وكم سيتقاسمون على حساب هذا الشعب المسكين. هذا ما يهمهم، هذا ما يجري خلف الكواليس الآن، ولنا أعين ولنا أصوات وتأثير الأخبار من خلال متابعاتنا لما يجري خلف الكواليس. طيب، هناك نقطة يعني يجب أن نتطرق إليها أيضا، وهي قضية السياسة المتبعة لحكومات ما بعد الاحتلال. حيدر العبادي حتى هذه اللحظة ومضى على حكمه 4 سنوات وجرت الانتخابات وما إلى ذلك وكل المتغيرات التي طرأت بفترته، لم يلقي يوما واحدا باللائمة على نفسه أو على حكومته أو على وزرائه أو ما إلى ذلك. دائما ما يأتي اللوم أو الاتهام إلى الكتل والأحزاب التي يقول إنها الطرف المضاد لي، الطرف الذي يريد تسقيط هذه السلطة. حيدر العبادي يقول إن الكتل المسؤولة عن التزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة توجه اتهامات للحكومة بالضعف وبعدم حماية الانتخابات من التزوير، وقال بأن الانتخابات الأخيرة أدت إلى إضعاف البلاد عبر تلك الكتل التي دعمت مفوضية الانتخابات واختارتها على أسس طائفية. هذا الشخص الذي لا يعترف، أو المسؤول، دعنا من حيدر العبادي، المسؤول الذي لا يعترف بخطئه ولا يعترف بتقصيره ولا يعترف أن الدولة ضعفت في فترة حكمه، يعني كيف يمكن أن يستمر الاعتماد عليه والتعامل معه في المستقبل؟ يعني عزيزي، إذا لاحظنا أو إذا قيمنا عمل الحكومات خلال 3 دورات انتخابية حتى لا نظلم هذه الحكومة بالدورة الأخيرة، نعم، 3 دورات انتخابية، 3 حكومات، كل حكومة هي بمثابة تصريف أعمال يومية لمصالحها الخاصة ومصالح عوائلها. 3 دورات انتخابية، 3 حكومات لم تبني مشروع وطني واحد في العراق، لم تبني مشروع استراتيجي، لم تبني مشروع قدمي، لم تنجح أي مجال من مجالات الحياة، لم نرى تفوق في أي منطقة في أي مجال منذ 3 دورات انتخابية منذ عام 2006 ولحد الآن، والعراق يعود إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء حتى جف نهر دجلة ونهر الفرات، وحتى انتهت الزراعة وانتهت الصناعة وانتهى التعليم وانتهت الصحة وانتهت الخدمات. والعراق إذا بقى في 4 سنين القادمة بصراحة نحن مقبلين على كوارث لا يعلم بها إلا الله، يعني كوارث بيئية، كوارث اجتماعية، كوارث إنسانية. هذه الكوارث هي نتيجة الجشع الذي يصاحب
المقيمين على العملية السياسية من رؤساء الكتل من الأحزاب، رؤساء الأحزاب، الجميع الآن يطمح بما لا يستحقه، الجميع أثبت فلسله. هناك أثر أيضا على بعض المرجعيات الدينية التي أجادت الدستور ودعمت الدستور. هذه المرجعيات يجب أن تراجع نفسها، لأنها أوقعت المواطن العراقي في فخ العملية السياسية. طيب اسمح لي سيد هلال، سأعود إليك بعد قليل. اسمح لي نأخذ السيد سعد من ميسان. تفضل سعد. سعد سعد هل تسمعوني؟ ألو. تفضل سعد. أسمعك. تفضل سعد. أشكرك أبو جاسم حبيب، أشكر ضيوفك الأعزاء. حياك الله. سعد مشكلة بالصوت، أشكرك وأعتذر منك وتحاول اتصال بنا مرة ثانية إذا استطعت. طبعا دعونا نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مواطن من مدينة الصدر يصور آثار الدمار الذي لحق بمنزله، ويؤكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدم وصول أي لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين بعد نحو شهر على الحادث. فلنشاهد. سيد هلال أبو فيصل من السعودية يقول بأن هذه الحكومة هي حكومة إيرانية، الحل الوحيد هو حراك شعبي. ما نوعية الحراك الذي يمكن أن ينفذ اليوم في العراق، خاصة بعد التجارب السابقة التي تعرض من خلالها المتظاهرون للقمع وللتهديد والاختطاف والاعتقال وكل الوسائل المؤذية للبشر، للمواطن السلمي، للمتظاهر السلمي، تعرضوا لها خلال هذه الأعوام من الاحتلال وكل الحكومات التي تعاقبت. كيف يمكن أن ينفذ اليوم حراك في العراق، وما طبيعة هذا الحراك؟ معي أستاذ العسل. أسمعك سيد هلال، تفضل. الآن العراق أحوج ما يكون إلى تضافر الجهود من أجل تدوير القضية العراقية، من أجل مؤتمر مصالحة شامل يكون بإشراف دولي. القضية لم تعد متعلقة بالداخل العراقي، الداخل العراقي قال كلمته، وخصوصا الكلمة الأخيرة من خلال مقاطعة الانتخابات. يعني لا نريد أن نعيد كرة المظاهرات والحراك في عام 2015 ومن ثم التحايل عليها الطائفية وضحية يعني الوعاء الديني الذي يجذب والمذهبي الذي يجذب بعض الناشطين بعدم التحرك والعودة إلى مواقعهم. والآن المواطن العراقي أو الحراك المدني العراقي أصبح في حالة يأس وفي حالة ركود. نعم. ما نحتاجه هو حراك دولي بضمانات دولية، هو مؤتمر مصالحة دولي، لا نقول بإعادة العملية السياسية إلى المربع الأول، ولكن بإعادة هيكلة هذه العملية وبناؤها على أسس صحيحة. نعم. بعيدا عن المزايدات الرخيصة الدولية سواء كانت منها أو الإقليمية والمحلية، وبعيدا عن تبعية لدولة إيران، وخصوصا الجميع يعلم أن بعض الأحزاب وبعض الميليشيات يعني تقول بالولاء علنا، وكما تدخل عند مكتب المسؤول منهم تجد صورة الخميني معلقة في مكتبه وكأنه ليس عراق.
وهناك من يدعي علنا أنه سيحارب جانب إيران إذا وقع حرب بين العراق وإيران. يا أخي يعني أنا ما أفهم كيف أنه الشعب العراقي يرضى لوجود هؤلاء بينه فيما بينه كشعب كمواطن أنت. لماذا هذا الولاء إيران؟ يعني هناك علاقات دولية، إيران بلد جار، جميعنا يعلم ذلك. ولكن أن يبيع الإنسان نفسه ووطنه وبلده ومستقبله ومستقبل أطفال في سبيل قضية مذهبية عمرها 1040 هذا ما لا أفهمه حقيقة. يعني لذلك العراق الآن يحتاج إلى مؤتمر مصالحة وطني شامل يكون بضمانة الأمم المتحدة، بضمانات دولية، الاتحاد الأوروبي، الدول المحبة للسلام والمحبة للخير، بوضع ثقاب الحروب وأيضا بهيكلة وإعادة هيكلة وجدولة العملية السياسية وتفسيرها في العراق لمعرفة حجم كل طرف. يعني الانتخابات الأخيرة لم تسلي لنا بآراء واضحة حول حجم كل طرف هذه الأطراف المشتركة في العملية السياسية. شكرا جزيلا سيد هلال العبيدي، أنا أشكرك للمشاركة واستفدنا من الآراء طبعا التي طرحتها. ننتقل الآن إلى السيد سعد من ميسان لنستمع لرأيه من جديد. تفضل سيد سعد. الله يخليك أبو جاشم، تحياتي لحضور الأخوة. بس أنا أريد أوضح موضوع دقيق. أنا المتحدث يحكي عن تحكيم العلاقات والمصالح الوطنية. يا أخي أولاً هاي المؤسسة مؤسسة بل الكابينة السياسية ناس ما لهم علاقة بالوضع السياسي، ناس عن طريق زعماء عشائر ويجوا عن طريق المقاولات، ما عندهم عمق سياسي وانتماء وطني، كلهم ولاءهم خارج البلاد. فبالتأكيد اللي جرت في العراق هي خارج الإطار القانوني، يعني ماكو غطاء قانوني للانتخابات، بدليل بأنه 80% قطعوا الانتخابات لأنه الانتخابات مزورة. وبدليل الآن العاد والفريد نفس التزوير بالأجهزة الإلكترونية، يعني ما يختلف. طيب سيد سعد، السؤال إذا سمحت لي، لا تخلون هذا الشعب سؤال العوبة. إذا سمحت لي سيد سعد، أرجو أن لا يكون العوبة إذا هذه التداعيات اللي إحنا ما لنا علاقة. سعد تسمعني؟ سيد سعد من ميسان. وحكة سيد سعد من ميسان. وحكة إخلاقية. طيب السيد سعد من ميسان هل تسمعوني؟ خلينا أتحدث. طيب أنت هم تعطيني مجال خلي أتناقش وياك يا أخي. يلا تفضل حبيبي تفضل. رجاء يا جماعة للمتصلين الكرام، الموضوع هو مو بس كلام حتى يكون أكو أخذ وعطى بالقضية، رجاء تفهموا هذا الشيء. عموما سيد سعد، الآن الانتخابات وعملية العدوى الفرز، وضع أمني بالعراق متدهور حاليا بعد الانتخابات مباشرة، تفجيرات في كل مكان. برأيك الأسباب التي تؤدي دائما إلى تصعيد هذه التفجيرات بهذه الأوقات تحديدا؟ يا أخي، أولا العدوى الفرز هي لعوبة جديدة لتغطية علامات الزوار بالأجهزة الإلكترونية. بعدين هاي الفجوة السياسية الآن أكو تمرد، مجرد وقت ولعبة، وهذه التحالفات إحنا خارج عنها. يعني كشعب لو تجي استفتاء إنه هاي التحالفات الجديدة إحنا بالضد من عدها، لأنه سابقتها خطيرة، والآن راح نمر بوضع آخر. هاي الفجوة اللي بين العدو والفرز راح تخلق أجواء متوترة جدا رهيبة. الآن الشعب ينتظر كيف تبدأ الحكومة من جديد، وإحنا متأكدين كشعب ماكو حكومة يا سيد العزيز، ماكو حكومة، وهاي مجرد وقت للعد والفرز. والآن أكو فراغ سياسي، أكو ولاءات خارجية قاعد تملى على المفوضية، والمفوضية هي مقسمة للأحزاب والحيتان الكبيرة اللي هي عند شعبنا طيلة 15 سنة. شكرا جزيلا سيد سعد من ميسان، شكرا للمشاركة، أراء متنوعة من المتصلين والمشاركين. وكذلك لدينا بعض الرسائل نقرأها لحضراتكم سريعا.
طبعا السيد مبروك من الامارات هو مشارك دائم في القناه بشكل عام في برامجنا التفاعليه وله كل الشكر والتحيه حقيقه. ولكن السيد مبروك من الامارات دائما ما تكون رسائل طويله وتحتاج وقت طويل للقراءه، ولكن باختصار شديد يتحدث عن المحاصصه لاصحاب الاحزاب والاقطاعيات الطائفيه ومن يدور في فلكهم، وليس للمواطن اي فائده ترجى منهم. ثم تعال وانظر معي إلى بعبع كانوا يخوفون العراقيين منه، ألا وهو بعبع المربع الأول، وهو يعني أنك سترجع إلى ما قبل مجيء هؤلاء وقبل أن يتسلطوا وينهبوا الثروات، فهل هذا مزعج بالنسبة لك أيها المواطن؟ قطعا أنهم لا يقصدون بالعودة للمربع الأول المعنى الذي سبق، بل يريدون القول إن اتفاقات تحت الوصاية الدولية والإقليمية لابد أن تكون حاضرة ونافذة فيما يتلوها من مربعات أو فراغات. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. طبعا مشاهدينا الكرام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام قال إن على جميع السياسيين في العراق يفهموا أن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا. وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في تصريح صحفي بعد لقائه بحيدر العبادي في بغداد إن أحد أهم أسباب وجود الميليشيات في العراق هو ضعف الجيش عادا عملية نزع السلاح منها بالتحدي الكبير. كذلك تطرق إلى نقطة عن قضية الوجود الأمريكي في البلاد، وأشار إلى أن بلاده خسرت أكثر من 4000 مقاتل أمريكي في العراق. إذن الولايات المتحدة تعترف بأن عملية الإقبال ضعيفة، الحكومة ضعيفة، الجيش ضعيف، هناك قوة وسطوة للميليشيات الموجودة في العراق. ولكن السؤال كما طرحناه سابقا، هل هناك رغبة دولية حقيقية من أجل أن تحجم هذه الميليشيات، تقطع أذرعها أو أذرع إيران المغذية لهذه الميليشيات ويحصر السلاح بيد الدولة؟ هل السلطة الموجودة حاليا أو السلطة القادمة قد تكون بخلاف حيدر العبادي ربما شخص آخر، هل سيكون قادر على حصر السلاح بيد الدولة؟ أسئلة كثيرة تطرح بهذا الخصوص. وكما تفضل السيد سعد من ميسان، هذا الفراغ السياسي الذي يعيشه العراق الآن وقضية إعادة العدوى الفرز وأن النتائج ربما ستظهر بعد شهرين، هذه الأمور تؤدي إلى تأزم أكثر في الوضع في العراق، خاصة في ظل ما نراه من انهيار أمني واضح في هذا البلد، قضية التفجيرات أو قضية الاغتيالات أو قضية عمليات الخطف التي تتم كما حدث في وقت سابق، وكذلك ردات الفعل القادمة عن طريق التأجيج الطائفي الذي يحدث تبعا لهذه الحوادث التي جرت في السابق. معنا اتصال. السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، بالنسبه للتفجيرات شلون ما اشوفها هاي مفتعله؟ من درجه الحراره تبدي 50 51، العام كان وصلت الى 53 54، هذه المستودعات ما انفجرت. نعم. بس انا اشك بها، اما التفجير يكون عن طريق اشخاص يقومون بهذا العمل موجهين من قبل. طيب شنو الغايه يا ابو عمر؟ شنو الغايه من عمليات التفجير المفتعله؟ لانه في حاله حدوث حرب شوارع او حرب اهليه، هم خايفين من الميليشيات، يقول لك خاف يسيطرون على الاول والثاني، وهي راح تساعدهم المخازن وتدمر الناس وتقتل عدد كبير. طيب هو منو بس تحديدا ابو عمر، منو اللي يخاف من الحرب الاهليه اللي يقوم بعمليه تدمير العتاد الموجود؟ هي الحكومه تخاف. يعني حضرتك تتهم الحكومه بانها هي المتسبب بعمليات التفجير التي تتم الان لاكداس العتاد؟ اي نعم، لانه هاي الاكداس العتاد ما انفجرت قبل، بصراحه قبل درجات الحراره 53 و54 وصلت، هذا ما انفجرت الا هسه الان، او عن طريق صواريخ موجهه بالليزر، مثلا الحارس راح يتغدى، راح ياكل، يضرب له تشريد، ينام له ساعه، بعدين يرجع، يجوز الله اعلم، ما ادري يعني، ما اعلم بالغيب. اما بالنسبه الى ايران مطمئنه من خلال وجود واحد موالي لها او غير موالي برئاسه الوزراء، هذا صحيح، لانها مسيطره على كل مفاصل الدوله، اجهزه الدوله، من الجيش، من الاستخبارات، من الشرطه، من الميليشيات. هو باعتراف احد قاده الجيش الامريكي قال احنا نعرف انه اكثر من 750 شخص رتب عاليه عندهم اتصالات ويا ايران، خلي يكون بعلمكم، ونعرف تحركاتهم من خلال تجسس على اتصالاتهم وتحركاتهم. زين، انت بهالحاله هذا راح تقدر تسيطر على الوضع؟ هم ايش قد ما يحاولون يمتصون الغضب الايراني بالداخل العراقي. وضحت الفكره ابو عمر، انا اشكرك شكرا جزيلا، وقت الحلقه انتهى.
السيد أبو عمر من السليمانية، شكرا للمشاركة. طبعا أبو عمر رأيه أن السلطة الموجودة حاليا في العراق قامت بعملية التفجير لأكداس العتاد الموجودة، برأيه طبعا ليس بمعلومات دقيقة وإنما هو اعتقاد منه أو تحليل من السيد أبو عمر للتجنب أن تفتح الحرب قد تسيطر بها الميليشيات على الشارع بشكل أكبر من الموجود حاليا، وبالتالي سيحتاجون إلى العتاد الموجود في هذه المخازن. عموما أنا أشكر الجميع مشاهدين الكرام الذين شاركونا والذين راسلونا، وكذلك لطيب المتابعة لحضراتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.